عبد العزيز من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن معنى حديث صلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. عبد العزيز بارك الله فيك، معنى هذا الحديث طبعا من دون الكلام في إسناده وما ذكره العلماء، المقصود بأن صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، والمقصود بارك الله فيك مثلا إذا صليت الظهر ثم من الظهر إلى صلاة العصر قضيت هذا الوقت بخير، سواء خير ديني أو خير دنيوي، ما لغوت بينهما، اللغو الباطل، اللغو هو الباطل، مثلا ما اغتبت ولا نممت ولا كذبت ولا نظرت إلى محرم ولا استمعت إلى محرم ولا خطت رجلاك إلى محرم ولا شهدت زورا ولا أي شيء من هذه الأشياء المحرمة، وإنما تصلي السنن، تقرأ القرآن، تذكر الله، تقوم بعملك الدنيوي بعيد عن اللغو، بعيد عن الكلام المحرم، هذا المعنى بارك الله. كتاب في عليين، اقرأ قول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين المقصود فيه كتاب، المقصود فيه الأجر والثواب والحسنات.